Suratul Baqarah ayat 11 juzuk yang pertama muka surat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ulang kemudian teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. حسبك. Soalan yang kedua, Suratul An'am ayat 48 juzuk yang ketujuh muka surat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ulang kemudian teruskan bacaan. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه
ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. حسبك. سؤالان yang ketiga, Surah Ibrahim ayat 6 juzuk yang ke-13 muka surat 256. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. Ulangkan dan teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. حسبك. سؤالان yang keempat, Surah Syu'ara ayat 23 dan 24 juzuk yang ke-19 muka surat 368. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Sambung kemudian teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين حسبك Soalan yang kelima, sila baca awal suratil Ahqaf, juzuk yang ke-26, muka surat 502. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين حسبك Soalan seterusnya di bagian tafsir. Soalan yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم سورة يوسف آيات 53 Soalannya sila terjemahkan ayat tersebut dengan sempurna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. Sesungguhnya nafsu itu sangat menyuruh manusia. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh manusia ke jalan kejahatan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali orang yang illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Yakni mereka mereka bersih daripada hasutan nafsu itu. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu, sesungguhnya Tuhanku Maha pengampun lagi Maha pengasihani. Hampir betul. Jawapan yang hampir betulnya, sesungguhnya nafsu manusia sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku, yakni mereka terselamat dari ia dari hasutan nafsu itu. Sesungguhnya Tuhanku amat pengampun lagi amat mengasihani. Soalan yang kedua, sila nyatakan nas Al-Quran bagi maksud ayat berikut. Maksud ayat, dan setelah tiba masa kemarau, datanglah saudara-saudara Yusuf ke Mesir, lalu masuklah mereka mendapatkannya Yusuf dengan serta kenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenalnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. Jawapannya tepat. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk